السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها اليوم لمناقشة التطورات الجديدة في المشهد السياسي على ضوء المقترحات الأمريكية الجديدة وإمكانية استئناف المشاورات. تحركات دولية مكثفة لتحريك المشهد السياسي الراكد منذ رفض وفد الميليشيا محددات الحل الأممي التي تم عرضها في جولة الكويت الأخيرة. في مسقط تلقى وفد الميليشيا مقترحات أمريكية جديدة لوقف شامل لإطلاق النار في الجبهات الداخلية وعلى الحدود السعودية ودعوة للعودة إلى المفاوضات، لكن الوفد لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل تلك المقترحات وموقفه منها. الأمر ذاته مع الشرعية التي لم تخرج بأي تعليق عن المقترحات الجديدة وطبيعتها باستثناء تجديد موقفها القديم في القبول بالعودة شريطة أن تكون المفاوضات ضمن محددات القرار الأممي 22/16. المقترحات الأمريكية الأخيرة ستكون محور حديثنا لهذه الليلة وسنناقشها في محورين: ما هي طبيعة هذه المقترحات ومحدداتها الأساسية وموقف الحكومة الشرعية منها؟ وهل هناك عودة إلى المفاوضات بضمانات ومحددات أخرى تتبناها واشنطن؟ قبل النقاش نذهب لهذا التقرير ومن ثم نبدأ الحديث. لا تكاد اللقاءات والمبادرات بخصوص اليمن تتوقف حتى تبدأ من جديد، زيارات وجولات مكوكية ولقاءات علنية وأخرى تحت الطاولة. في الوقت الذي اعتبر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن الميليشيا الإنقلابية لم ترسل أي إشارات لليمنيين أو المجتمع الدولي بأنها ستقبل بالحلول السلمية لحل الأزمة اليمنية أو أنها على استعداد لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، أعلن البيت الأبيض عن مقترحات قدمها مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس شانون لوفد الإنقلابيين في مسقط للوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية. لقاء شانون بوفد الإنقلابيين تم برعاية من مسقط التي تعد الرئة التي يتنفس من خلالها الحوثيون ويطلون من مطاراتها على العالم، وتلعب دورا سياسيا لصالح الحوثيين بالوكالة والنيابة عن طهران في تقديم الدعم اللوجستي. النقاط التي طرحت خلال اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي بحسب تصريحات أمريكية كان يفترض أن يحملها الوفد إلى صنعاء في الرحلة التي تم إلغاؤها من قبل التحالف في وقت سابق اليوم. الصراع على الأرض في اليمن يبدو أكثر تعقيدا وخطرا على المنطقة، وهو ما كشفت عنه تحركات الأطراف الدولية خلال الفترة الماضية وتداخل أدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين، وهو ما كشفت عنه الرسالة السعودية لمجلس الأمن بشأن اعتراضاتها على تنامي الدور الإيراني في الأزمة اليمنية وتزويدها للميليشيا الحوثية بأسلحة متطورة وصواريخ حرارية. في كل هذه التفاصيل تبدو اليمن كرقعة شطرنج تتقاتل فيها كافة الأطراف بمختلف الأسلحة، ووحدهم اليمنيون يسقطون مضرجين بدمائهم. تحظر اليمن كمشكلة هامشية على أجندة الصراعات الدولية وتغيب عن الترتيبات الحقيقية لوقف النزيف الدائري منذ ما يقارب عامين، وكافة المؤشرات تؤكد أن دائرة الحلول ما زالت أكثر ضيقا من أي فترة مضت، وأن الارتباك ما زال سيد الموقف ما لم تحصل معجزة قريبة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي، وكذلك من الرياض السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحابي. أبدأ معك أستاذ عبد العزيز، أهلا بك. أستاذ عبد العزيز مساء الخير. ألو أستاذ عبد العزيز مساء الخير، هل تسمعني؟ ألو ألو نعم أستاذ عبد العزيز تسمعني؟ أهلا وسهلا، مساء الخيرات. مساء النور أستاذ عبد العزيز. بداية، تحرك أخير من المجتمع الدولي ربما اللاعب الرئيسي فيه هي واشنطن هذه المرة، باعتقادك جديد هذا التحرك فيما يخص الأزمة اليمنية؟ أعتقد ينبغي من الآن وصاعدا توسيع إطار النقاش بشأن موضوع اليمني، لم يعد الأمر يتعلق ب انقلاب داخل البلد بقدر ما أصبح في النهاية أمرا يجب النظر إليه في إطار أبعاد وصراعات إقليمية واضحة
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أيضا لا علم في الأمر من خلال ما سمي بالاتفاق النووي مع إيران، الخمسة زائد واحد مع الدول الكبرى مع إيران. وبالتالي أعتقد بأن كل ما يجري الآن في المنطقة يحدث داخل هذا هذه الاتفاق بين الدول الكبرى وبين إيران. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر شيئا فشيئا مع مرور الوقت الدور الذي ربما لعبته في فترات سابقة من تحت الطاولة من أجل التهيئة للميليشيات من أجل الدخول إلى صنعاء، وترتيب المشهد أيضا مع للأسف مع قوى إقليمية هي بعضها حتى للأسف ربما لدغة من الجحر الذي كان يعتقد أنه ومن الحفر أو وقع في الحفر التي كان يعتقد أنه سيحفرها لليمن ووقع فيها. نعم. المشكلة حتى الآن أن التحركات التي تتم حتى الآن هي تحركات هدفها الرئيسي كما يحدث أو كما يتم على الأرض، هو هدفها أيضا ترسيم وشرعنة الانقلاب وخلق حالة ربما حالة من الشراكة، لكنها شراكة في النهاية ستفضي إلى هيمنة شبه كاملة للميليشيات على المشهد، وهذا ما سيتم لأننا نتحدث عن ميليشيات ذات نعم هي لها أن تكون أكثر تماسكا من الأطراف الأخرى، لأننا نتكلم عن نعم طيب متعدد الأطراف ومتنافر، وبنفس الوقت يبدو أن ليست بالشكل كما هي عليه حسابات الميليشيا التي هدفها بشكل واضح السيطرة على البلاد. نعم. أو على الأقل السيطرة على جزء أهم من البلاد بما فيه العاصمة صنعاء. وهل نعم أستاذ عبد العزيز الأمريكية من نعم أستاذ عبد العزيز تم خطة كثير التي يتم نعم لم يتم الإصلاح عن تفاصيلها حتى الآن، وتم نفي ما في قناة البي بي سي أو في على شبكة البي بي سي بشأن تفاصيل خطة كيري، لكن في النهاية من خلال الحكومة ورئيس الوزراء تحدث عن أن الأمريكان يشترطون تسوية متزامنة بين الحل السياسي والعسكري، وقال بصريح العبارة أن الحكومة ترفض هذا الأمر. هل تعتقد يمكن أن تكون نعم أستاذ عبد العزيز سببا في عبد العزيز وتوفير غطاء نعم أستاذ عبد العزيز هل تعتقد نعم لكن على ما يبدو أن الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة ليس على الأطراف نعم. هل تعتقد بأن هذا التحرك أستاذ عبد العزيز هل تسمعني أستاذ عبد العزيز في اتجاه منح الميليشيات وجماعة علي عبد الله صالح دورا أكبر في المستقبل بما يؤدي في النهاية إلى نعم. خلق نعم أستاذ عبد العزيز هل تعتقد بأن هذا التحرك بدعم وموافقة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل كامل و تتبنى هذا الدور أمريكا؟ أنها ستقضي إلى حلول تلفيقية هدفها الأساسي إبقاء هذه المنطقة مضطربة، ربما تمهيدا في وقت لاحق لصراعات أكبر وحروب أكبر تفضي بالنهاية إلى تقسيم حقيقي وحتمي. نعم أستاذ عبد العزيز يعني أتمنى أن يعني الصوت أن يكون واضحا لأنه ربما يعني لا تسمعني عندما أقاطعك. فيما يخص هذا التحرك الذي تقوده ربما واشنطن، هل هو تعتقد بدعم وموافقة من مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ يا سيدي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن في النهاية هما يعني مجال لتكريس قوة القوى الكبرى، وفي النهاية هي كل السياسات والقرارات التي تنتج عن هذه الهيئات والمنظمات هي في النهاية حصيلة صراع القوى الكبرى والطرف الذي لديه أجندة وقدرة على طرح هذه الأجندة. الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عالمية وكبرى، هنا قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لا أدري ما الذي الولايات المتحدة الأمريكية من أن تسند القرار الدولي الموضوع تحت الفصل السابع بالفرض بالضغط على الميليشيات، على الأقل نتحدث عن ضغط وهي تستطيع أن تفعل ذلك، ضغط على الميليشيات من أجل تنفيذ القرار بالطريقة التي يعرفها العالم بأنه يجب على هذه الميليشيات، وهي محددة بمجموعة نقاط أساسية متعلقة بالموضوع الانسحاب تسليم الأسلحة وغيرها. عندما نتحدث عن طرفين هنا، وهذه هي المشكلة، مشكلة الأطراف الدولية أنها تتحدث فيها عن أطراف نزاع وصراع ولا تتحدث عن طرف انقلابي قام بالسيطرة والاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة العارية وقام بالارتكاب عمليات جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين في مناطق كثيرة. ونحن نتذكر ما قاله مهدي المشاط مثلا فيما يتعلق بتعز عندما قال بأنهم يتمنون إبادة تعز، وقالها في حضرة نعم.
طيب استاذ عبد العزيز اسمح لي. نعم استاذ عبد العزيز، نعم اسمح لي ان نشرك معنا في الحديث السكرتير الصحفي السابق في رئاسه الجمهوريه الاستاذ مختار الرحبي من الرياض. استاذ مختار مساء الخير. استاذ مختار مساء الخير. ايوه مرحبا مختار مساء الخير. ما ادري والله انا ما ادري اجيت عاد بدي التقرير بسرعه. استاذ مختار هل تسمعني الان؟ طيب اذا فقدنا الاتصال بمختار، ساعود للاستاذ عبد العزيز. استاذ عبد العزيز اذا باعتقادك هل ستوافق الحكومه الشرعيه والتحالف العربي وايضا من خلفهم اليمنيون، من خلفهم اليمنيين فيما يخص الموافقه على اي يعني حل سياسي يحفظ بقاء الميليشيا في مصدر القرار في اليمن بعد هذه الحرب التي ربما اكلت الاخضر واليابس ودمرت كل البلد وقتلت وفجرت ودمرت كل مؤسسات الدوله؟ نحن نفترض بان هناك اطراف قد فهمت اللعبه وادركت خطوره ما يجري، وبالتالي لم تعد خطورته مرتبطه فقط بالوضع على اليمن، بل اصبح خطرا على المنطقه برمتها. عندما نتحدث الان عن صواريخ ايرانيه تطلق من الجنوب من شمال اليمن باتجاه الجنوب السعودي ومناطق الجنوب السعودي، علينا ان ندرك تماما مدى خطوره هذه المساله. عندما تتحدث ايران عن في النهايه عن اهداف من اجل زعزعه استقرار المنطقه بشكل واضح، علينا يعني خلال اليومين الماضيين نشر جواد ظريف مقالا صريحا وهو يتحدث على انه على العالم ان يتخلص من الوهابيه، وقد نشره في صحيفه امريكيه ضائعه الانتشار معروفه بانها يعني قريبا من مصادر القرار، وبالتالي كما لو كان هو يتحدث بلسان جمعي يخص تحالفات جديدة تنشا في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ربما ليست بالصورة التي هي عليها التحالفات في كل مكان، لكنها تحالفات من تحت الطاولة تقوم على تسويات وإعادة ترتيب الملفات كثيرة في المنطقة. استطاعت إيران أن تسوي وتسوق نفسها في المنطقة كوكيل جديد للمصالح الكبرى، بمقابل للأسف غياب مشروع عربي واضح في المنطقة وفراغ نعم أدت إلى في أربع دول، إلى درجة أن هذه الدولة أصبحت تتباهى بإسقاط أربع عواصم. نعم تتحدث طوال الوقت بأن السعودية خسرت معركتها في اليمن، وبالتالي عن اطراف المفترض ان التحالف العربي قد وعى التحدي وخطورته، وان هناك تحدي وجودي مرتبط بوجود مثلا الدوله السعوديه بدرجه رئيسيه الان. نعم تحرك نعم استاذ عبد العزيز الكثير، وبالتالي يثار على الاطراف السياسيه. نعم. تدرك ان تحرك المملكه العربيه استاذ يعني عبد العزيز. نعم استاذ عبد العزيز يعني التخلي عن تضحيه اليمنيين سيكون في النهايه عباره عن اسفين اخير في حق اليمنيين بكل فئاته. نعم استاذ عبد العزيز التحرك الاخير للمملكه العربيه السعوديه والتحالف العربي ربما هو بعد ان شعروا بالخطر، وهم الان يعني كما تعلم يخوضون دعم للحكومه الشرعيه في اليمن وعلى الارض تغيرت المعادله تماما. الان تتحدث عن جيش وطني مدعوم مدرب بمئات الالاف وهو الان قريب من صنعاء، وربما يعني يحسم الوضع قريبا. هذا ما يثير الشك ايضا، يعني عندما تكون الشرعيه معززه الان بجيش وطني ومقاومه شعبيه تلتف حولها في كثير من المناطق وصمود بتحالف عربي، ومع هذا لا زال هو الذي يقدم التنازلات تلو التنازلات بطريقه تثير الاستغراب. كيف يدير هؤلاء الشان السياسي؟ كيف يتصرفون؟ كيف يتعاملون؟ نحن ندرك ان حتى في منطقه المفاوضات، المفاوضات تتم بين اطراف دائما تعيد انتاج قوتها على الارض وعلى الطاوله. نحن شيء مختلف وغريب، يعني ما يحدث هو ان هذا السيطره القوي على الارض الى حد ما، يعني نحن نتكلم عن سيطره على بنسبه كبيره على مناطق كثيره خرجت من تحت سيطره الحوثيين والميليشيات، ومع هذا لا يزال هذا الطرف هو الذي يقدم تنازلات تلو الاخرى بطريقه تثير الاستغراب بالفعل. كيف تفسر هذا التنازل اذا استاذ عبد العزيز؟ على هذه الدول كيف تفسر؟ نعم استاذ عبد العزيز خطوره مشهد. نعم كيف تفسر اذا يعني هذا التنازل؟ نعم استاذ عبد العزيز كيف تفسر هذا التنازل من 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 قراءتك ومتابعتك؟ وما هو تاكيد بدرجه رئيسيه على مستوى ضغوط مهول من قوى كبرى تمارسه ضد الاطراف الداخليه، بنفس الوقت تستغل عدم وجود رؤيه لهذه الاطراف. هناك حاله ارتباك ايضا علينا نقولها بشكل واضح داخل التحالف العربي خلال الكثير من الملفات السياسيه والاقتصاديه الداخليه، وهي الملف الاهم هو
كان هناك مساحة كبيرة من الوقت تم انفاقها في كثير من نعم لم يكن نعم حفظ الله كتعز نعم رحم الاستاذ عبد العزيز نعم اسمح لي استاذ عبد العزيز اسمح لي ان انتقل مع حمدان الرحبي ونصلح هذه الاشكاليه في انقطاع الصوت اثناء الحديث منك. معنا مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق في رئاسه الجمهوريه. مختار مساء الخير عليك وعلى المشاهد الكرام والضيف الكرام جميعا. مرحبا بك مختار. الحديث الان للجهود الامريكيه ولقاء مساعد وزير مساعد الخارجيه الامريكيه في مسقط بوفد الميليشيا هناك، هل رشح عن هذه المفاوضات أو الخطة الجديدة أي معلومات وصلتكم؟ نعم بالنسبة للقاء، اللقاء طبعا تم نشر بعض ما جاء في هذا اللقاء. طبعا هي ليست هناك خطة جديدة، يعني هناك مقترحات يتم طرحها بين الفينة والأخرى، لكن يتم مقابلة هذه المقترحات سواء المقترحات التي تقدم بها كيري أو هذه المقترحات الجديدة، وقبل ذلك حتى المقترحات التي تقدم بها إسماعيل الشيخ أحمد في آخر أيام مشاورات الكويت 2 رفضتها الميليشيات الإنقلابية وأعلنتها بكل صراحة أنها غير موافقة على هذه المقترحات المقدمة سواء من الشيخ أو كيري أو هذه الجديدة، مع أن هذه المقترحات الجديدة ليست واضحة. تم الحديث فقط عن هدنة في جميع الجبهات سواء الداخلية على الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن، لكن لا يوجد هناك آخر غير هذه الهدنة فقط. لدينا طبعا نقاط كثيرة تم إرادها سواء في خطة كيري وكذلك في خطة الشيخ أحمد، تسليم الأسلحة، انسحاب من المناطق والمحافظات، تسليم المعتقلين والمختطفين، كل هذه طبعا لم يتم الحديث عنها في هذه الخطة. أنا أعتقد أن ألا تلاحظ نعم أستاذ مختار نعم ألا تلاحظ أستاذ مختار أنه كلما قدم الحكومة الشرعية والتحالف تنازلات من أجل أن يدخل اليمنيون في سلام وإنهاء هذه الحرب، يعني الميليشيا تصر على موقفها ومن ثم يعني تحرك الجبهات في الداخل، وهناك أيضا رغم التقدم الكبير الذي يحصل في الجبهات القتال لصالح الشرعية والجيش الوطني، لكن التنازلات تلو التنازلات من الحكومة والتحالف. إذن لماذا هذه التنازلات وأنت تملك القوة وتملك القرار ربما في الميدان؟ لأن الدولة تتعامل مع المجتمع الدولي باحترام وتتعامل مع المحيط الإقليمي. طبعا الدولة دولة معترف بها وشرعية وتتعامل مع الأمم المتحدة، تتعامل باحترام مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المحيط الإقليمي وكذلك المحيط الدولي، بعكس الميليشيات الإنقلابية التي دائما تتنصل عن أي اتفاق وعن أي مقترحات يتم تقديمها، وكذلك تتنصل عن كل التزام يتم الالتزام بها أمام الأمم المتحدة وغيرها. بالتالي الحكومة حينما تقدم تنازلات هي لا تقدم تنازلات من أجل الميليشيات الإنقلابية، إنما تقدم تنازلات من أجل إنهاء الحرب وإنهاء الأزمة وإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وهذا كله يتم تقديمه من أجل المواطن اليمني، من أجل أبناء الشعب اليمني الذي نعم. يتاجر في قضيته الميليشيات نعم الإنقلابية. الضغوطات التي تمارس نعم الضغوطات التي تمارس على وفد الشرعية وعلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي، لماذا لا تمارس بالمثل نفس الضغوطات على الميليشيا للقبول بحل وإيقاف هذه الحرب وهم الجهة الإنقلابية وهناك قرار 22/16 تحت البند السابع؟ هذا بكل تأكيد يؤكد أن هناك أطراف دولية تحاول استثمار وجود الميليشيات الإنقلابية واستثمار حالة الغير طبيعية في اليمن، وذلك لابتزاز المملكة العربية السعودية وابتزاز دول الخليج والإبقاء عليهم كقوة تمتلك السلاح وكذلك تمتلك الميليشيات ليكونوا أدوات ابتزاز متى ما أرادت هذه القوى الدولية على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج، مع أن هناك إجماع دولي أن هؤلاء ميليشيات إنقلابية انقلبت على الدولة، انقلبت على الشرعية، انقلبت على كل ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الإنتقالية التي تلت ثورة الشباب في 2011. بالتالي هذا المجتمع الدولي للأسف الشديد يتعامل بتراخي ويتعامل بدلال زائد على الميليشيات الإنقلابية، وهو بذلك يكسب يعني نقطة وذلك يكسب يعني نقاط جديدة في المنطقة، لأن المنطقة العربية بشكل عام تشهد حالة غليان في سوريا وكذلك في لبنان في العراق كثير من الدول. بالتالي
ورقة الميليشيا الإنقلابية الحوثية يتم التلاعب بها للأسف الشديد من قبل بعض الدول الغربية. نعم، طيب تكرم البقاء معنا أستاذ مختار. أعود للأستاذ عبد العزيز المجيد. أستاذ عبد العزيز، هناك من يشكك في مضمون وطبيعة الجهود الأمريكية، وربما الكثير يتحدث بأن هذه التحركات وهذه يعني ما يقدمونه من اجتماعات ومقترحات للحلول للأزمة في اليمن ربما سيتمخض في الأخير عن قرار أممي يناقض القرار 22/16. علينا أن ندرك بطبيعة الحال بأن المسألة لم تعد مرتبطة أيضا فقط بميليشيات كما قلنا، يجب أن ندرك بأن المسألة أصبح إطارها أوسع، أصبحت من التزامات يبدو دولية كبرى لمصلحة إيران في المنطقة وبالتالي عاكس لدرجة رئيسية على إيران وفقا للاتفاق السري الذي عقد مع إيران، وحتى الآن لا أحد يعرف ما هي بنود هذا الاتفاق السري أو الملحق السري الذي وقع مع إيران في هذا الجانب. لكننا نشاهد حتى الآن نشاهد معطيات على الأرض تقول بأن المجتمع الدولي درجة رئيسية في هذا الجانب عندما يتحدث عن إيران بدعم الجماعات الإرهابية وترسل الأسلحة لمختلف مناطق الاضطرابات في العالم، لا نرى تحركا حقيقيا على الأرض بقدر ما نرى تهافتا للمجتمع الدولي والقوى الكبرى على عقد صفقات والهرولة إلى طهران للبحث عن مصالح مع الحرس الثوري الإيراني ومع إيران، وبالتالي هم يبحثون عن مصالحهم بدرجة رئيسية. المشكلة الرئيسية هي متعلقة بالطرف الآخر، ماذا يريد، ما الذي يفعل على الأرض من أجل أن يوقف هذه المخاطر التي تتكاثر الآن ولم تعد كما قلت خاصة باليمن. المشهد أصبح معقدا إلى درجة كبيرة، أن أصبح العالم يعني التحرك الآن الحاصل. نعم أستاذ عبد العزيز، نعم على العالم أستاذ عبد العزيز، الدولة المستعدة هي الدولة السعودية بدرجة رئيسية. أستاذ عبد العزيز، يعني التحرك الآن الماضية شهدت سيئة كبيرة من البيت الأبيض والكونغرس بشأن قانون يسمح للأمريكيين بملاحقة السعودية على ذمة أحداث 11 سبتمبر. في النهاية هناك مجموعة واضحة تؤكد على مسألة أن المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه الخاصة في وقت الدول في إقليمية كبرى في المنطقة لا زالت تتخبط، لا تعرف ماذا تريد، وهي تناور داخليا وخارجيا. لم تقيم حتى الآن طريقة أدائها خلال السنة وثمانية أشهر الماضية من أدائها الميداني على الحرب والقتالي، يعني هناك تكتيكات ومناورات تمت خلال الفترات الماضية أبقت اليمنيين في جحيم الحرب بسبب أيضا حسابات ضيقة وغير مسؤولة حتى اللحظة. لكن التحرك الأخير أستاذ عبد العزيز، التحرك الأخير ربما هو تحرك حقيقي وظهر ذلك جليا في معركة صرواح وتقدم الجيش الوطني، كذلك هو الحال في ميدي وفي نهم وأيضا في تعز، يعني الكثير يتحدث بأن هذه المرة ربما جادة أكثر من أي فترة مرت بالمعركة وبدعم التحالف العربي. أعتقد أن كل ما يجري حتى من عمليات عسكرية على الأرض هو شكل من أشكال الضغط من أجل إجبار الميليشيات على الخضوع لسلام وتسوية، ونحن ندرك بأن هذه الميليشيات لم تعد تملك من أمرها شيئا. علينا أن نقول بشكل صريح وواضح بأن هذه الميليشيات أصبحت ذراع إيرانية كاملة. لا أدري لماذا اليمنيين لا يريدون أن يصدقوا بأن إيران هي التي تدير المشهد داخل اليمن. إيران السفارة الإيرانية هي التي تحرك الأمور داخل اليمن. السفارة الوحيدة التي لا زالت باقية في وقت أيضا حكومة مسترخية في الرياض لا تتحرك بهذا الخصوص. كان على الحكومة اليمنية أن تتحرك ضد وجود سفارة علاقتها الرسمية معها مباشرة، وهي لا زالت موجودة داخل صنعاء. نتحدث عن عمليات عسكرية تمت داخل اليمن من قبل قوات إيرانية، وهذا اليمنيين لا ينتبهوا لهذه النقطة الخطيرة. الوقت الذي تمت في 2015 القصر الجوي الذي قامت به حركة خطوط ماهان المعروفة بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني من صفر رحلات بين اليمن وطهران إلى 28 رحلة في الأسبوع الواحد. أنا لا أدري لماذا اليمنيين يغفلون هذه النقاط وهذه المسائل الرئيسية وهم يحللون المشهد ويقرؤوه بطريقة ما. ماذا الذي يحدث هو أن المسألة بدأت تدار من قبل إيران وضمن هذه المصالح والأجندة. أشكرك. وبالتالي أصبح الكل يتماهى مع هذه اللعبة. سفرية الميليشيات إلى بغداد كانت دليل واضح على أن الميليشيات ليست سوى رديف للحشد الشعبي رديف. أشكرك أستاذ عبد العزيز، وضحت النقطة كما يعني تريد، و
أعود بعودة أخيرة للأستاذ مختار الرحبي. إذا أستاذ مختار، ربما كما تحدث الأستاذ عبد العزيز المجيدي أن الخلل هو في الطرف الآخر، في طرف الشرعية والتحالف العربي، ما الذي يريدون أمام كل هذه المؤامرة الكبيرة التي تحاك على المنطقة واليمن ربما هي العنصر الأساسي الآن في هذا المشهد؟ هو بكل تأكيد أن هناك مؤامرة ليست فقط على اليمن، اليمن هو جزء من هذه المؤامرة. هناك طبعا دعم كبير ودعم متنامي للميليشيات الطائفية في المنطقة. نعرف أن الأمريكان وكذلك البريطانيين يقومون بدعم وكذلك بتدريب قوات الحشد الشيعي في العراق، ويقومون بدعم وأيضا مساندة الميليشيات الانقلابية. يعني كلما تم التقدم نحو العاصمة صنعاء نرى أن الأمريكان يتحركون ويقدمون خطط ويقدمون مقترحات جديدة ويضغطون على الجانب الحكومي. بالنسبة للتراخي، لا أعتقد أن التحالف العربي وكذلك الحكومة متراخية، لكن الوضع هو الوضع، وضع القضية اليمنية ما يزال معقد ويحتاج إلى 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 وقت لكي يتم حل الملف اليمني، لأن كما ذكرت أن المجتمع الدولي للأسف الشديد أنه يقف حائلا أمام حلحلة الملف عسكريا وكذلك إنهاء التمرد وإنهاء حالة الجمود في الملف اليمني. هناك يعني دعم واضح من قبل الأمريكان للميليشيات الانقلابية، وهناك دعوات أوروبية أيضا تدعو لدعم الميليشيات وإشراكها في العمل السياسي، وهي بوضعها الحالي تمتلك السلاح وتمتلك أيضا الميليشيات المسلحة. بالتالي الملف اليمني يحتاج بالفعل إلى سرعة وكذلك إلى دعم كبير للجبهات، خصوصا جبهة صنعاء وكذلك جبهة تعز. وأنا أعتقد أنه بمجرد أن يتم تحرير محافظة تعز فتنتقل المعركة مباشرة إلى العاصمة صنعاء، وبالتالي إذا سقطت صنعاء انتهى الانقلاب وانتهى المخلوع وانتهت الحالة التي نعيشها خلال هذه الفترة. أشكر جزيل الشكر سكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، والشكر أيضا للكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي كان معنا من القاهرة. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.